الإطار سيتحمل كامل المسؤولية، ومن يتعامل معه مو بس هم في تشكيل هذه الحكومة سيتحملون كامل المسؤولية. هسه يقول لك الأخوة في الإطار التيار الصدري معانا، لا، الأخوة في التيار الصدري لا يتحملون أي مسؤولية تجاه هذه الحكومة. هسه أنت تريد تنطي استحقاق تجيب له كم وزير مقرب إله؟ هو بصراحة قال أنا لن أقبل بأي شخص يقولون مقرب من التيار الصدري، هم يقولون لا نتحمل مسؤولية هذه الحكومة بتاتا، تعتقد هذه هم النقطة سيكونون مراقبين. دكتور، تعتقد هذه النقطة كي أشرك التيار الصدري في حال يكون فشل للحكومة لا سمح الله، وأحمل أيضا جزء من هذا الفشل؟ طبعا اذا التيار الصدري هسه اقوله، والاخ سعدون قد لا يكون من التيار الصدري ولكن مقرب، اذا الاخوه في التيار الصدري قبلوا ان يشاركوا في الحكومه سيكونون حقيقه طبعا يتحملون، شريكين كما فيه. احنا اذا شاركنا في الحكومه سنتحمل. ما انت تشارك بوزراء وتقول لك انا ما اتحمل فشل الحكومه، هذا تنصل عن المسؤوليه. بالتاكيد مثلا اطار عندهم 11 وزير يتحملون مسؤوليه 11 وزير، انا عندي اثنين اتحمل اثنين، ما معقول اثنين و11 نفس الشيء، ما بس اشتغل من اشارك اتحمل مسؤوليه النجاح والفشل. اذا وزيري حسبي ناجح اقول اني وزيري كان ناجح في الحكومه، صحيح انتم فشلتوا، اذا وزيري فاشل يقول انت هم وزيرك ايضا فاشل. شلون تتعامل؟